جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص في الرياض نوى أن يمكث أياما قليلة في جدة لقضاء بعض الأعمال الخاصة، ويقول: ما دمت سوف أذهب إلى جدة فإن شاء الله بعد الانتهاء من أعمالي سوف أؤدي العمرة. فإذا أحرم هذا الشخص من جدة هل عليه شيء لتجاوزه الميقات؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان نوى العمرة من الرياض فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، سواء إذا مر به يحرم بالعمرة، وإذا وصل إلى مكة يؤديها ثم يخرج إلى جدة، هذا أحسن له وأيسر له، أو يذهب إلى جدة محرما ويبقى في إحرامه إلى أن يرجع إلى مكة ويؤدي العمرة. وإن كان ذلك يشق عليه لطول المدة فإنه يذهب إلى عمله، فإذا أراد العمرة يذهب إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه بالعمرة. أما لو أحرم من جدة في هذه الحالة فإنه يكون عليه فدية ذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة.